ينضم معي رئيس قسم الأبحاث في المجموعة EQT رائد الخضر الذي ينضم من مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة. أهلا وسهلا بك سيد رائد. أهلا وسهلا سيد رائد. ننظر اليوم العلاقات الاقتصادية بين العراق ودول التعاون الخليجي خاصة، وأن العراق يسعى إلى تعزيز هذا التعاون بكل الأشكال. كيف ترون إلى الانفتاح العراقي على الدول الخليج العربي؟ يعني طبعا المنظور اللي أنا التغطية اللي أنا أقوم بها بشكل مباشر وهي تغطية الأسواق المالية العالمية، ننظر إلى الأسواق الناشئة ولتحليلات الأوضاع الأسواق الناشئة، على رأسها بلا شك يعني السوق العراقي وكذلك الأسواق الخليجية. نحن ننظر إلى تعاون مضطرد ينشأ من خلال بعض المنتجات الرئيسية التي تحدد الإيجابية من هذه النقاط الأساسية هي سعر النفط. نحن عم نلاحظ ارتفاعات واضحة في أسواق أسعار النفط، وهي تعتبر ترجمة مباشرة لتعاون واضح بين منتجي النفط حول العالم وعلى رأسهم بلا شك في المنطقة العربية. أعود وأدقق، نحن أقوم أنا بتغطية أسواق مالية عالمية بشكل عام، وننظر إلى الجزئية من خلال سؤالك فيما يرتبط بشكل مباشر بارتفاعات أسعار النفط المؤخرة والتي يدعمها التعاون الواضح بين منتجي النفط وتحديد مستويات المعروض النفطي في ظل ارتفاعات واضحة ممكنة في أسواق النفط بالاتجاه الصاعد في نتيجة نمو في الطلب وتفاؤل بالفترة القادمة. أعتقد يعني هذا ما يفسر حاليا التقارب أو الاقتراب الواضح بين منتجي النفط في المنطقة وأيضا على مستوى أوبك وأوبك بلس. لأنه اليوم ننظر إلى أسعار النفط نرى أنها تتراوح، قبل يومين شهدت تراجعا طفيفا، لكنه في جلسة يوم أمس مساء كانت هنالك ارتفاعات. عمليات دعم كبيرة حصلت إلى القطاع النفطي خاصة ما يخص بخام برنت وخام نايمكس، فأيضا شكلت ارتفاعات تجاوزت الحد المعقول وتجاوزت حاجز خام برنت تجاوز حاجز $72 للبرميل الواحد بالعقود الآجلة لبيع شهر آب أيضا وشهر أيلول. كيف نقيم هذا الارتفاعات، وهل من الممكن أن تكون هذه الارتفاعات هي على رأي بعض المحللين إنها مجرد فقاعة وقتية لا أكثر؟ بهذا الأمر حقيقة صحيح نحن عند أعلى مستويات في 32 شهر بالنسبة لأسعار النفط وإن كان برنت أو خام غرب تكساس WTI، لكن الملفت والواضح في الموضوع هو أولا التفاؤل بارتفاع مستويات الطلب صوت الضيف العالم، ثانيا تحسن أو انخفاض في طلبات أو عفوا في حالات الإصابة بكورونا حول العالم إجمالا، ثالثا هو أمر مهم جدا بدء انخفاض مخزونات النفط في الاقتصادات العظمى وتوجه أكبر نحو يعني استخدام واستغلال لتفاؤل مستقبلي بأنه راح يكون في عندي ارتفاع في الطلب خلال الصيف العام الحالي 2021. وأيضا النفط مقيم بالدولار الأمريكي، والدولار الأمريكي السياسة الدوفش أو التسهيلية واضحة وبقوة ولا تزال مستمرة بأسعار فائدة منخفضة وببرامج تيسيرية ضخمة، بالتالي دولار داون أو الدولار إلى مزيد من التراجعات، وهذا يعزز مزيد من الارتفاعات على أسعار النفط في الفترة القادمة. بالتالي هي ليست فورة وإنما يعني مؤقتة، وإنما يوجد لها أساسيات قد تدعم ارتفاعاتها فوق $85 للبرميل. يعني هذه تصريحات إيجابية اليوم تنظر إليها الدول المصدرة للنفط خاصة مجموعة أوبك، كونها تعتمد اقتصادياتها على النفط كمورد أساسي لتغذية اقتصادها. اليوم إذا ارتفع النفط إلى هذه الأسعار التي ذكرتها قد تتجاوز حاجز $85، هل ستعتقد أن الدول العربية التي شهدت انخفاضا في أسعار النفط في الفترة السابقة ستفكر بشكل عكسي، خاصة ودخول جائحة كورونا وتأثيرات هذه الجائحة على سوق النفط بشكل كبير؟ هل تعتقد أن هذه الدول التي تعتمد كما ذكرت
إلا النفط بتمويل موازناتها ستفكر بشكل مختلف مع ظل هذا الارتفاعات المستمرة، أم إنها مجرد أن تسير أمورها وتعود بالكرة مرة أخرى؟ يعني أنت تعلم تماما أنه الموازنات تمت وأصدرت على أسعار أدنى من الأسعار الحالية لمعظم الدول المصدرة للنفط والمنتجة للنفط. بالتالي ما يحدث حاليا هو عبارة عن يعني وفرات نقدية يتم تحقيقها من خلال ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية اللي نحن موجودين فيها. بالتالي ما يحدث من قبل الدول المنتجة من اعتماديتها على النفط أو التوجهات المؤخرة التي كانت قد حدثت في عديد من الدول لأن لا يكون النفط هو المصدر الرئيسي للدخل لها، هو يأتي من أنه في عندي توجهات عالمية بالتوجه نحو الطاقة النظيفة، بالتوجه نحو الطاقة الخضراء والبديلة، وبالتالي عدم الاعتماد على النفط بشكل مباشر، لأنه نحن مقبلين كاقتصادات عالمية إلى هذا الأمر. لماذا؟ لأنه أنا صار في عندي مثلا بأحد البورصات، بورصة مثلا لندن إكسشينج، صار في عندي تقييمات واضحة من الشركات الخضراء التي يعني تنخفض عليها الرسوم وينخفض عليها التاكسز والضرائب إذا ما كانت يعني أكثر يعني تتبعا للطاقة البديلة والطاقة النظيفة وما إلى ذلك، وذلك يزيد من جاذبيتها كاستثمارات. أضف لذلك الحزمة التيسيرية الضخمة من عند بايدن في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا التي تستهدف الطاقة النظيفة والطاقة البديلة، وبالتالي يهدف ذلك إلى تعزيز وبناء استثمارات جديدة وخلق يعني فرص استثمارية جديدة. هذا يجب أن يتم مواكبته من قبل الدول المنتجة للنفط. طيب يعني سيد كيف تنظر إلى مستقبل أسعار النفط وأيضا مستقبل واعتماد البلدان؟ تحدثت الآن عن موضوع الطاقة البديلة، بعض البلدان اليوم خاصة في الخليج العربي تسعى إلى التخلص من أعباء النفط كمورد لتغذية مواردها المالية، وبالتالي هنالك طاقة بديلة بدأت تبرز على الواقع بشكل عام. هنالك أيضا كان في الفترة السابقة النفط الصخري كان لديه حديث وأيضا أثر على أسعار النفط. تعتقد أن اليوم هذه البلدان ستبحث عن موارد جديدة لتمويل اقتصادياتها؟ سيد رائد هل تسمعني؟ أنا يعني في ضجيج بعض الشيء، ما كان في وضوح بصورة، ممكن أعطي سؤال لو سمحت؟ السؤال يقول بالحديث عن أسعار النفط، يعني اليوم كيف ترى مستقبل النفط خاصة وأنت تحدثت عن هنالك وجود الطاقة البديلة منها الطاقة الشمسية والطاقة واعتمادها على أيضا المياه بعض البلدان لتمويل لتوريد الكهرباء وغيرها، كيف تنظر إلى مستقبل النفط في بلدان الخليج وأيضا في العراق خاصة أن هذه البلدان كما تحدثنا قبل قليل تعتمد على النفط بشكل كبير؟ هل تعتقد أن هذه البلدان ستبحث عن موارد إضافية جديدة ممكن أن تعزز من مواردها الاقتصادية في حال لو انتهى عصر النفط؟ يعني نحن نتحدث عن يعني نطاقات زمنية بعيدة مع انتهاء عصر النفط. نحن خلينا يعني كنظرة استثمارية ونظرة واقعية ويعني منتمية للواقع يمكن التنبؤ بها في فترة معقولة نسبيا. نحن عم نشوف أنه على الأقل عندي مزيد من الارتفاعات على أسعار النفط حتى عام 2023 لأسباب بسيطة جدا. أولا عندي انخفاض قيمة الدولار الأمريكي المقيم للسلع وعلى رأسها النفط، ارتفاعات في مستويات التضخم واضحة حول العالم وتهيئ إلى خروج التضخم عن السيطرة حقيقة مع وجود هذه البرامج التيسيرية السلسة والسهلة التيسيرية بشكل كبير. أضف لذلك نقطة مهمة جدا وهي أنه في عندي محدودية نوعا ما بالمعروض النفطي وتحسن بالطلب النفطي، لأنه أنا كمان في عندي نمو عالمي عم يحدث على صعيد الهند على سبيل المثال 12% توقعات النمو الاقتصادي لها خلال هذا العام، 6% في الولايات المتحدة الأمريكية، فوق 8.5% في الصين. إذن هذا النمو يعني طلب على النفط سوف يتم تحقيقه على الأرض. بالتالي عندي طلب مضطرد مزيد من الارتفاع، عندي انخفاض في قيمة الدولار الأمريكي،
عندي نوعا ما اتفاق أوبك بلس الذي يضمن نوعا ما محدودية وتسقيف للإنتاج حتى لو دخل النفط الإيراني بمليون نفط برميل يعني برميل نفط شهري، ما راح يأثر عندي على المنظومة على الأقل حتى توجه صناع السياسة النقدية إلى تشديدها برفع أسعار الفائدة، وهذا لن يحدث قبل نهاية العام 2022. سيد رائد، اليوم نتحدث عن أسعار النفط، يعني هل اليوم هنالك محادثات عادت إلى الأجواء بين أسمع سيد رائد تسمعني؟ هل تسمعني سيد رائد؟ نعم نعم. يعني نتحدث عن أجواء النفط وهنالك عمليات العرض والطلب والارتفاع والارتفاعات وفي النمو الاقتصاديات للبلدان التي ذكرتها، لكن قبل أن أنتقل إلى النفط الإيراني الذي من المقرر أن يعود، خليني أوقف ويا نقطة واحدة تحدثت بها، هي أنه الهند، لكن الصوت أبدا تسمع، هل تسمعني جيدا الآن سيد رائد؟ سيد رائد هل تسمعني؟ في ضجيج كثير. الآن تسمعني جيدا سيد رائد؟ نعم 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 صديقي سامعك، لكن طيب. بعيد الصوت بعض الشيء وفي ضجيج. سيد رائد، يعني اليوم بالحديث عن نمو بعض البلدان ذكرت بأن هنا بالهند سيكون هنالك نمو بنسبة 4%. منذ فترة الهند سجلت أعلى حالات زيادة الكورونا وأيضا وجود الفطر الأسود وغيرها من هذه والفطر الأصفر، هل تعتقد هذه الأخبار ممكن أن تؤثر على نمو هذه الاقتصاديات، خاصة ونحن في الهند شهدنا أكبر موجة فيروس أصابة الناس به في الفترة السابقة، وأيضا توقع البعض أن تكون الهند هي أيضا محركا جديدا لتراجع أسعار النفط. نحن عم نحدث مثلا على الاقتصاد الهندي هو الاقتصاد السادس على العالم من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، وأيضا هو الثالث من حيث استهلاك النفط، وبالتالي نحن عم نتحدث على اقتصاد ذو وزن وتأثير كبير في الاقتصاد العالمي، وتأثر بشكل سلبي وكبير جدا مع موجة كورونا التي ضربت ويعني حورت السلالة الهندية، ما تسمى بسلالة كورونا الهندية، ولكن يعني واضح جدا أنه نحن مقبلين إلى خروج من هذه الأزمة، لأنه بدأت الأرقام تظهر بعض التراجعات. بالتالي من أحد النقاط المهمة جدا اللي كنا عم نتحدث فيها، لماذا النفط مهيئ لمزيد من الارتفاعات؟ لأنه عندنا اقتصاد مثل الاقتصاد الهندي الذي بدأت تزداد وتطرد ارتفاعات الطلب على النفط منه، وهو ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم بنتيجة تحسن يعني عدد الحالات الإصابة بكورونا، ونحن نتحدث عن اقتصاد يستهدف 12% نمو هذا العام، بالتالي يعني بلغة الأرقام هذا يسهل أن يكون في عندي على الأقل ارتفاعات فقط بالنسبة للاقتصاد الهندي بالنسبة لأسعار النفط أن يحققوا فرات بارتفاعات الطلب عليها لا يقل إلى 10 إلى 12% من طلبها على النفط في الفترة الحالية أو في العام الحالي، وهذا يحقق أيضا الأساسيات التي تحدثنا فيها، النفط يرتفع بنتيجة ارتفاع الطلب. احنا شفنا بيانات الطاقة مبارح، مخزونات النفط أظهرت تراجع بالمخزونات الأمريكية، واليوم ننتظر أيضا مخزونات من الطاقة الدولية من وكالة الطاقة الدولية أيضا توقعات بتراجع المخزونات. إذا نزلت المخزونات يعني يوجد هناك استخدام فعلي لها، يوجد طلب، يوجد تصنيع، وبالتالي سوف يتم تعويض هذه المخزونات بشراءات جديدة من الأسواق، وهذا ما يعزز الارتفاعات في الفترة الحالية. نحن في موسم طلب قوي على أسعار على النفط ويعزز مزيد من الارتفاعات، لكن بالعودة إلى كورونا وتأثيراتها على الاقتصادات، يعني خلينا ما نبالغ كمان أو نكون حذرين من أنه نحن دخلنا على موسم معظم الاقتصادات بدأت بعملية الانفتاحات، هذه الانفتاحات سوف تؤدي للأسف يعني إذا ما كان هناك استمرار يعني أو عدم التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة بما يتعلق بكورونا، سوف قد تظهر سلالة جديدة بنتيجة هذه الانفتاحات الغير مدروسة
طبعا نرى الهند على سبيل المثال هي على الريد ليست، على العديد من الدول لا تستقبل الطيران او لا تستقبل الرحلات بسهوله من الهند وبعض الدول الاسيويه بنتيجه هذه الاجراءات. التمدد بالانفتاحات بشكل سريع دون ان يكون هناك ارتفاع في مستويات التطعيم وانخفاض واضح في حالات الاصابات في الدول الحمراء لن يكون وقعه ايجابي، سوف يؤثر سلبا على الاقتصاد. واعتقد اي ضغط قادم سيكون يعني تاثيره اكبر بكثير من موجه السلاله البريطانيه التي ضربت في بدايه العام الحالي. طيب سيد رائد، قبل أن أنتقل من موضوع النفط ليذهب إلى موضوع آخر، دعني أتوقف عند السؤال الأخير وهو فيما يخص النفط طبعا. أنه اليوم هنالك توقعات بعودة النفط الإيراني بمعدل 1,000,000 برميل يوميا إلى السوق كي تضخ من جديد، هل تعتقد أن هذا المليون سيؤثر على أسعار النفط خاصة لمنظومة أوبك بلس؟ لا يوجد صوت صديقي، لا يوجد صوت، يعني أنا عم بسمع من بعد شديد جدا. سيد رائد هل تسمعني؟ أعود لتكملة الحديث مع السيد رئيس قسم الأبحاث في مجموعة AQT السيد رائد الخضر. سيد رائد عذرا للخلل الفني الذي حصل، نعود وإياك بتكملة الحديث عن مستقبل النفط وأيضا المعادن الأخرى. قبل أن نتوقف سألتك لكن مع الأسف لم تسمعني، كان هو آخر سؤال عن النفط اليوم وبعد هذه الارتفاعات، هنالك أخبار عن عودة النفط الإيراني بنسبة 1,000,000 برميل للسوق المحلية والعالمية في السوق الخليجية والعالمية، هل تعتقد هذه المليون ستؤثر بشكل كبير خاصة بعد اتفاق أوبك بلس في الفترة السابقة برفع الإنتاج بنسب معينة؟ لا أعتقد أبداً أن يكون لها تأثير حقيقة. يعني عم نتحدث أنه النفط الإيراني اللي موجود حالياً كان نسبة الإنتاج عند تقريباً حوالي 1,000,000 برميل 1,500,000 برميل، ورفعها إلى ما قبل السانكشنز أو ما قبل العقوبات قد يعززها إلى ما فوق 3,000,000 برميل. ولكن كما ذكرنا أنا عندي ارتفاعات في الاقتصاد الصيني على سبيل المثال بما يقارب الاقتصاد الهندي بما على سبيل المثال بما يقارب 150,000 برميل كطلب، هذا اقتصاد واحد. نتحدث عن مزيد من الارتفاعات مطلوبة من الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني والاقتصادات العظمى الأخرى، بالتالي أي زيادة يتم تحقيقها في يعني الإنتاج أو المعروض النفطي حاليا سوف يتم امتصاصها بارتفاع مضطرد بشكل أو وتيرة الارتفاع بالطلب هي أعلى من وتيرة أي ارتفاع قد يحدث في المعروض النفطي حاليا، وبالتالي ذلك يعزز تماسك سوق النفط في الفترة الحالية. الخوف من النفط أنه الخروج أو الكراشينج عندما يكون عندي أي عودة للإغلاقات الاقتصادية وبالتالي توقعات النمو للنفط وتوقعات الطلب للنفط ستتأدى بشكل كبير في هذه الحالة. ما يحدث حاليا نحن يعني بنسميه نحن مصطلح الكونتانجو واللي هي بتكون أسعار النفط المستقبلية أو العقود المستقبلية للنفط أعلى من السبوت، بالتالي أنا في عندي وفورات بمزيد من الارتفاعات على النفط في الفترة القادمة معززة بطلب أعلى يعني معروض حتى وإن زاد ضمن المعقول، إضافة إلى أنه يعني تصريحات كثيرة كانت من جانب الولايات المتحدة الأمريكية عودة النفط الإيراني لا يعني يعني العودة السلسة والسهلة والسريعة، وإن كانت التصريحات الإيرانية قالت أنه خلال شهر سوف يتم تدارك يعني عودة إلى مستويات إنتاج فوق 3,300,000 برميل، لكن كما ذكرنا في عندي دلائل قوية على الأرض تسمح بأن يبقى النفط على الأقل مستقر بالنسبة للـ WTI فوق 68 إلى 67 دولار للبرميل، والاستهدافات على ما أعتقد من هون لشهر نحن راح نتجاوز مستويات الـ 77 دولار للبرميل بالنسبة لـ WTI و 80 دولار بلا شك بالنسبة لـ البرنت. طيب سيد رائد خليني أنتقل وياك إلى موضوع آخر وهو موضوع الذهب والدولار. اليوم نرى الذهب يتراجع ويتدنى دون 1,900 دولار
بالفترة التي سجلها وتجاوز هذا الرقم، لكن مع ارتفاع الدولار اليوم الذهب نراه يتدنى شيئا فشيئا. هل تعتقد أن ثقة اليوم المساهمين أو المضاربين في الأسواق خاصة بالعملات اليوم بدأت تعود كأعلى من قبل، وبعد الارتفاعات الخيالية التي سجلها الذهب سيعود أدراجه؟ يعني احنا بنعرف الذهب لا يدر عائد، الذهب بحد ذاته لا يدر عائدا، وبالتالي ما أن يكون هناك رغبة بالمخاطرة من قبل المستثمرين سوف يتجهون إلى risk on mood أو وضعية أخذ المخاطرة والتوجه نحو أسواق الأسهم والنفور من الذهب على سبيل المثال كملاذ آمن، وبالتالي سوف يكون هناك توجه نحو أسواق الأسهم. يوجد هذه الرغبة حاليا مثل ما ذكرنا بنتيجة برامج التحفيز الضخمة وبنتيجة وجود السيولة الرخيصة والقروض الرخيصة التي تعزز المشروعات وتعزز توسع المشروعات وما إلى ذلك، ومزيد من الارتفاعات والفرص المضاربية موجودة على الأسواق. ولكن ما يفتي الذهب حتى مع هبوطه متماسك بالاتجاه الصاعد، يعني فوق مستويات حتى عليا نسبيا فوق الـ 1890 دولار للأونصة، هو انخفاض قيمة الدولار الأمريكي بنتيجة ارتفاع مستويات التضخم وبنتيجة سياسات الرخيصة المالية الرخيصة اللي هي يعني المال الرخيص اللي هو القروض الرخيصة اللي هي أسعار الفائدة المتدنية، برامج التيسير الضخمة التي بدأت تنتشر في كل الأسواق العالمية وليس فقط الاقتصاد الأمريكي. ولكن نحن نقيم الذهب بالدولار الأمريكي، لكن هو الذهب بحد ذاته هو ترجمة وخزان للقيمة أكثر من يكون أداة لتحقيق عوائد، ولا يجد منه ربح ولكن يحتفظ بالقيمة، وهذه هي الميزة الحقيقية التي تبقي على الذهب في معظم المحافظ الاستثمارية للشركات وللبنوك وللميتشوال فاندز وأيضا حتى للبنوك المركزية، أن يكون هو أداة تحوط موجودة وبشكل دائم. ولا ننسى اللي كيف وصل الذهب لهذه الأسعار إذا ما كان هناك عمليات شراء ضخمة من مستويات أدنى بكثير، ولم نصل بعد إلى عملية تسييل أو بيع أو جني أرباح عند هذه المستويات، فهو متماسك ويمثل فرصة للدخول مرة أخرى بالاتجاه الصاعد مع التركيز على بقاء السياسة النقدية سلسة وسهلة وأسعار فائدة منخفضة من الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل حتى نهاية العام. أعتقد مفتاح الارتفاعات على الذهب سوف يكون هو تجاوز مستويات 1920 دولار للأونصة، ساعتها من تلك المستويات أعتقد 1950 ثم 2000 دولار للأونصة ثم القمة التاريخية عند 2074 دولار للأونصة سوف يتم تجاوزها بشكل سريع ودراماتيكي، وممكن أن يحدث ذلك قبل دخولنا إلى شهر سبتمبر اللي بيكون فيه الدوت بلوت ميتينج في الفيدرال الأمريكي، عندما يتم التصويت فعليا هل سنقوم بعمليات تخليص لبرنامج التيسير النقدي ويعني بدء التفكير برفع أسعار الفائدة. طيب سيد رائد، الآن انتقل إلى موضوع العملات المشفرة خاصة بعد قرارات الحكومة الصينية بمنع التعدين، وخاصة هنالك قرار صدر قبل وقت قريب جدا بمنع التعدين في هذه العملة، وأيضا كان هنالك إخطار من قبل السلطات الصينية استندت على الإجراءات الصارمة المفروضة بشأن التداولات بعملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية. هل تعتقد أن هذه الإجراءات التي تتخذها الصين وحتى في الولايات المتحدة هنالك رغبة من قبل الأعضاء في الكونغرس الأمريكي لاستصدار قرار بالمراقبة والسيطرة على أسعار العملات، وعكس ما نرى هنالك تسلا وأيضا إيلون ماسك ماذا يقول ويصرح ويؤثر بشكل كبير على مستقبل مستقبل أسعار العملات المشفرة، كيف ممكن أن نقيم هذا الأمر في ظل هذه التضارب بين الصين وأمريكا وإيلون ماسك؟ يعني التقنين لن يكون وقعه إيجابي على أسواق العملات المشفرة بالاتجاه الصاعد، لأنه المبدأ الأساسي التي تقوم عليه هذه العملات المشفرة هو decentralization أو عملية اللامركزية أو عدم الارتباط ببورصة معينة أو بحكومة معينة أو عفوا حكومة أو هيئة أو دولة أو ما إلى ذلك. بالتالي يعني
نحن من 2016 بنسمع الصين يعني تصدر قوانين لمحاولة تنظيم وتقنين وإيقاف ومنع حتى الكريبتو كرنسيز، وكانت ساعتها البيتكوين دون مستويات حتى الـ 2000 دولار للعملة الواحدة. الآن نتحدث عن 31,000، بعد أن وصلنا إلى قرابة 68,000 دولار للبيتكوين، وتراجعنا بشكل واضح وهو حاد جدا عودة الانخفاض إلى 31,000، ولكن لا نزال نسمع نفس التصريحات نفس الكلام ونفس الحديث. هذه هي عملات قائمة على البلوك تشين تكنولوجي، يعني لا يقوم لا تتأثر حقيقة ب سيد في الختام لا يسعني إلا أن أتقدم إلى السيد رئيس قسم الأبحاث في مجموعة IQT السيد رائد الخضر، شكرا لك لانضمامك معنا.